أسعد كثيرا كلما أعيد، لأني أجد في طيات الدعوة خيرا كثيرا يخدم هذا المجتمع المتواضع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الخلق عيال الله، وأحب خلقه إليه أنفعهم لعياله. هذه الجمعية الفتية نشهد لها، رغم ميلادها الحديث إلا أنها قدمت ولا زالت تقدم الكثير لهذا المجتمع. وهذا ديدن الجمعيات التي في نواياها خدمة هذه البلدة. لا تنهض أمة ولا ينهض مجتمع إلا بمثل هكذا جمعيات خيرية فتية تعنى بهموم هذا المجتمع. أتقدم بالشكر الجزيل إلى جمعية أو الجمعية الخيرية الولائية الفاء والإحسان على هذه المجهودات. وكما تفضل الأستاذ، قد دعينا في جانفي الماضي في افتتاح هذه الجمعية، وطاقم المسير للجمعية رفع التحدي، وها هو البرهان اليوم في نحضر هذا الحفل التكريمي للمتخرجات من التكوين. وأقول التي تخرجنا في هذا، لا يكون من أجل العمل فقط، وإنما من أجل أن يكتسب حرفة تنفع حتى في البيت، ليس من أجل جلب المال فقط، وإنما عندما تستطيع أن تقود بيتها، أن تكون ربة بيت ممتازة في بيتها، تكون قد كسبت مالا دون أن تلجأ إلى عمل خارجي وتكتسب به. لأن الشيء المهم أن كما على ما أظن أن في أهداف الجمعية هو تكوين ربات البيوت، وعندما نقول ربات بيوت أي تكون ربة بيت ممتازة في بيتها. نتمنى أن ربي يوفقكم إن شاء الله في بيوتكم بالدرجة الأولى، ويوفقكم باش هذا العمل وهذا التكوين وهذه الخبرة اللي اكتسبتوها كذلك تسلموها لبناتكم ولجيرانكم وكل افراد المجتمع، والناس تعاون وان شاء الله المجتمع يبارك فيك. ونتمنى التوفيق للجميع وشكرا لكم. اشكر كذلك النساء الماكثات بالبيت، يعني راهم يبذلوا مجهود في البيت ويزيدوا يبذلوا مجهود هنا في الجمعية. يعني كما يقولوا راها يعني مش من السهل انها توفق بين العمل في البيت والعمل هنا في الجمعية. كما اشكر جميع الطاقم المسير لهذه الجمعية، ويعني قلت صراحة راني فشلت، يعني جيت لقيت السلطات المحلية يعني ما كانش يعني ما زالوش يشجعوا، ولكن نعدوا بالك عندهم اعذار يعني الاخر، ولكن يعني الممثل يكون ممثل البلدية، ممثل الولاية، ممثل الطائرة، يعني قلت صح صراحة هذه ما تطمرش كما يقولوا. احنا ماذا بين هذه الامور كيجي الانسان يمشي لا وقفه يشجع يزيد العزيمه تاع الناس اللي راهم يبدوا في التطوع، يعني هذا عمل تطوعي، الناس كاع راه تعمل في التطوع كما يقولوا. و كما اعتذر عليكم، اشكر ثانيه الاخت سليماني، شكرا جزيلا وبارك الله فيك. شكرا شكرا استاذ عبد الله. نشكر رئيسة الجمعية وطاقمها الفني، إلا أنني لا أعرف جميع طاقمها ما عدا الأخ العيد، مش عارف الأعضاء 19 الآخرين وين راهم نعرف الله أعلم، وإنما أبلغهم التحية وأشكرهم. أولا أذكر نقطة فقط، أن مجرد أنك تأتي بالاعتماد لجمعية ولائية فليس بالأمر البسيط، يعني وهذه من أولى الجمعيات في دائرة أو المقاطعة الإدارية المنيعة، جمعية خيرية ولائية، يعني لا هذه راح تكفيها إذا كان مجرد بقى الشكر، يعني لأننا نعرف الأعباء الإدارية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنها تريد أن تحيي بلدية حسنكرة بجمعية ولائية، فلهم كل الفضل وكل الجزاء وكل الثناء، لأننا في المنيعة مثلا بلدية المنيعة نفقد هذه الجمعيات. وإنما دائما نقول احنا بلي المنيعة وحسنكرة جميعا جزء لا يتجزأ، إلا أنها أبت أن تنشط هذه البلدية بهذه المشاريع، فلها كل الخير. وأنا راني من درك أني نحوس نسألها ما
باش نجي نطمنها من رعاع ناصر باش يتكونوا ويشجعوا هذا العمل الخيري، فلها كل الجزاء والشكر. ثانيا لأن هذا العمل هو عمل عدو عدة أبعاد. البعد الأول هو البعد خيري، لأنه شافت باللي بلدية حسن قارة فيها عائلات معوزة وضعيفة، وحملت الفكرة باش تدير أنها تكون عندهم عائل اقتصادي، يعني ذاتي من غير أن يتسولون، لأن الله عز وجل يقول لك أعمل بيدك ولا تتسول. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وفقا للمثل الصيني يقول لك علمني الصيد ولا تعطيني سمكة، فهي تعلمهم الحرف، وهذا البعد الأول. البعد الثاني أننا ذكرنا بكري كنا نشوفوا العائلات اللي متزوجة جديدة دائما تروح للحنة والجدة وتعلمها الخلخال وتعلمها الصناعات التقليدية باش تقوم دارها، وذكرنا في جيل ممكن جيل الفضاء الأزرق أو الفيسبوك أن المرأة رانا نشوفوا فيهم قدامنا أنهم ممكن يعجزوا باش يحضروا لك وجبة طعام يعني بسيطة جدا، فهي بذلك تعيد التراث والتقاليد اللي رايحة تمحى بمرور الزمن، فهي قبل ما تكون أنها تعيد الاقتصاد الوطني أنها تكون ربة بيت ممتازة، تخيط حوالها، طيب قاطوها كما نقولوا، توجد وليدات الحفلة، فهذا أقل ما يقوم به الإنسان، لذلك فلها جزيل الشكر. النقطة الثالثة وهي أنها الأخت سليماني ناشطة معنا مع عدة جمعيات، وقمنا هذا العام بعدة نشاطات من تكريم جماعة المستشفى وتشجيع طلبة في المؤسسات التربوية، فيعني مش مجرد أنها تقوم على جمعية الباء فقط، وإنما الاشتراك مع جميع الجمعيات الفاعلة. وهذا للأسف أننا إذا شفنا الإحصائيات نلقوا حوالي 300 جمعية بلا غري متاحة، إلا أنه في الميدان مجرد نلقى جمعية ولا زوج ولا ثلاثة، وهذا يعني أمر خطير جدا، يعني أننا إذا لقينا 300 جمعية في الأوراق في الميدان فقط جمعيتين أو ثلاثة. النقطة الأخرى التي بقيت نشير لها وكما أشار لها الأخ عثمان سابقا أنها ولا الأخ عبد الحميد، يعني في فترة وجيزة يعني ما فاتتش نصف عام سداسي فقط، ورانا نشوفوا بلي إنجازات يعني حوالي تكوين حوالي 100 ربة بيت، وهذا أمر ليس بالبسيط يعني في الطبخ وفي اللباس وفي الحلاقة، يعني مش أمر بسيط يعني، فلا إحنا نحتسب لها الأجر عند الله عز وجل. كما أشار كذلك الأخ بنساسي إلى عدم تواجد السلطات المحلية، وهذا يحزننا يعني كما نقول، بالصح لا يعجزنا، يحزننا ولا يعجزنا، يعني نحن القطار راه ماضي راه يمشي، إلا أنه الزمن راه يسجل مدى بنا باش كل نعاونوا نتعاونوا، وهذه الجمعية راه فاتية وضعيفة، مدى بنا تعاونها البلدية، مدى بنا يعاونها المجلس الولائي، مدى بنا يعاونها المجتمع المدني باش تقدر توصل إلى نتائج مذهلة ونتائج كبرى إن شاء الله. واش نتمنى كما قال الأستاذ سعيد جمعيات هذه المجتمع المدني البلدية الولاية إن شاء الله يقوموا بالدعم الكافي لهذا الجمعية وإن شاء الله موفقة أستاذ. ثانيا نحب نقول حاجة واحدة فقط، أنني كإمرأة أرفع رأسي بسيدة، لأنني من دعاة المرأة، من دعاة عمل المرأة في المجتمع وإبراز مكانتها في المجتمع. السيدة سليماني هي مثال لحرائر الجزائر، حرات الجزائر، هما في المنيعة تحتاج إلى مثل هؤلاء النسوة في بناء المجتمع، حتى لأن المجتمع المرأة هي أساس المجتمع، المرأة هي الأساس في بيتها، المرأة هي مربية في بيتها، المرأة هي التي تنشئ لنا أجيالا ومجتمعا، إذا صلح المجتمع وإذا فسد المجتمع. إذا فالسيدة سليماني نشكرها على هذه المبادرة، نشكرها على تحملها لهذه المسؤولية. مشكورين ونتمنى منكم بركة الدعوة لجمعية الباء والإحسان، راكم تشوفوا يعني كي يعني عندها ظرف وجيز منين
منين جاتها لاغريمو حوالي 15 او 16 اشهر، وراكم تشوفوا اليوم تبارك الله 40 طفله في الحفافه والخياطه الطبخ في الطبخ، يعني هذا شيء وزيد، يعني هذا كل يعني بفضل الله عز وجل وفضل الناس الخيرين المتربصات. ونشكر هاد النسوه اللي راهم حاضرين هذه، رغم الجمعيه ليس انها تكوين في الحلاقه او الطبخ او ربات البيوت في فن الطبخ والحلاقه والخياطه، ولكن اعمال انها كما ربطنا بين زوجين، يعني كاين جو وحدين من الاعمال الجمعيه هي التزاوج، اننا زوجنا ثلاث رجال دبرنا لهم في النساء ولقيناهم مع بعض، وراه الناس راهي مازال تبحث كما بغا يتصل بينا في الجمعيه يقول لك شوفوا لي مرأة صالحة. احنا الحمد لله رانا نبحثوا في كونهم كونهم واللي كونتها وفازت. نعم هذا هو الجائزة تاعها، هذه جائزة. وثاني حتى الاحتياجات، كان بعد كانت لباس العيد اللي درناه في شهر رمضان يوم 26 رمضان، كانت لينا أكثر من 40 عائلة اللي لبست في النهار 26، كانت 30 مع الناس شافت في الفيسبوك اللي راه العائلة وجدت، تلقينا أكثر من 3 أو 4 متطوعين، كل واحد لبس 5 عائلات أو 6، يعني الحمد لله. كانت عندنا الاحتياجات، كان اللي جاب الأواني منزلية، كان اللي جاب فريجيدار، كان اللي جاب، والناس اللي راهي تطلب، يعني اللي عنده حاجة في داره فريجيدار خاسر ولا رياشة ولا كليماتيزور مضيق عليه حاطه لسه باش تاكل فيه، يجيبوا لنا الجمعية حنا نعاودوا ندوم على الأستاذ. وما جاش الأخ جمال لتيم قال أي حاجة تجيكم أنا نعاود نخدمها، أحسن إنسان ينتفع بها خير من اللي ياكل الصدى ياكلوا الحديد ياكلوا الصدى. كاين ناس راهي تطلب رياشة ما عندهاش، وحنا راه كل شومبر بكليماتيزور، كاين ناس اللي ما عندهاش رياشه ولا فريجيدار ولا يعني اللي قال، حتى الملابس راه تجينا وراي الناس تدي، كاين الجديد كاين حتى المستعمل، دابينا الناس اللي يجيب لنا المستعمل ما يجيبوش لنا حوالي الشتا في الصيف، كاين ناس راه تقول لك جيب حوالي الشتا خملتهم، ايا دوكا يا ندي من الجمعيه شكون اللي باقي يلبس حوالي الشتا في الصيف، الشتا يخلوهم لنا الوقت الشتا. والصيف يجيبوا لنا اللي فضل عليه مولانا يجيب لنا حوالي الصيف، المهم ما تكونش مقطعه ولا حاجه، حتى واحد عنده مطارح ولا حاجه مقطعين يجيب لنا احنا نعاودوه، نديروا المقلافات اذا كان المطرح كبير نقصوه ونديروا المطرح للولاد الصغار. كاين ناس راه عائلات ما عندهاش وين تربي، ما عندهاش فراشات، واي بنت باقا تعلم صنعه تعرف صنعه تعلمها الجمعيه مفتوحه، في اي صنعه بقى تعلمها الجمعيه تاكل من العيشه تاعها وتعلمها تنفع وتنفع، واحسن من القعاد. والجمعيه راه مفتوحه العام كامل، مش لهاد البنات، رانا نسمعوا في اشاعات راه خلاص البنات راهم بداو يديبلوم راه راح تهزش البنات، راه مش راح راه العام طول راه الجمعيه فاتحه، واي حاجه باقيه يتعلموها يجي يتعلموها، والجمعيه راه مش المغرب، واللي عندها ولا اللي ما عندهاش الجمعيه مفتوحه لها، واللي عنده انتقادات ولا افكار يعاوننا بها باش ننجحوا هذه الجمعيه، لانها ليس جمعيتي.